لاي لا لاي 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 لا لاي لاي لاي. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناة شيف ملك في حلقة جديدة. واليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسطيلة من داك الشيء الرفيع، من داك الشيء الرفيع يعني نقولها ونأكد عليها ونبصم عليها كذلك. ان شاء الله غادي تبعوني في جميع الخطوات وجميع المراحل، وان شاء الله غادي تطلع معكم يعني رائعة رائعة. مرحبا بكم معنا. نتمنى البنات اللي شاف الفيديو لأول مرة واللي زار قناة ديالي أول مرة، نتمنى أنه يضغط على زر الاشتراك ويضغط على الجرس إلى بغى كل مرة كيوصلوا الجديد ديالي. بالنسبة للبنات اللي عجبهم الفيديو نتمنى أنهم يديروا لايك ويخليوا لي تعليقات وبكل حاجة تخص يعني أي تساؤل يخص البسطيلة، رغم أنها يعني أكلة غنية عن التعريف والكل تقريبا يعرف يديرها، ولكن نأكد عليها باللي رغم أن الكل كيدير البسطيلة لكن الطريقة كتختلف، وكاين بعض الناس أنا كنشوف كيضيفوا شي مكونات غريبة ما كتواتاش يعني نهائيا على البسطيلة التقليدية الأصيلة بهذه اللذة اللي غادي نحصلوا عليها. مرحبا بكم معنا البنات، جميع البنات مرحبا بهم الجداد والقدامات اللي رغم عندي ديجا في القناة. وندوزو دابا باش نشوفو المقادير نتاع هاد البسطيلة، وهانتوما معايا. بسم الله على بركة الله نبداو. عندنا البنات زوج دجاجات، انا هنا خديت زوج دجاجات قطعتهم راكم تشوفو غير على النص، ولكن ان شاء الله مازال نقطعهم يعني غير بغيت نوريهم لكم. انا نقيتهم صايبتهم، غادي دابا نشرمو لهم ونخليوهم واحد جوج سوايع. بالنسبة للسيدات اللي عندهم الوقت يقدروا يشرملوها بليله ويبيتوها في الثلاجه، يغطوها بالبابي داك الفيلم اليمونتير ويبيتوها باش تشرب مزيان ديك العطريه ويكون الدجاج منكه مزيان مزيان. المهم انا هنايا دابا جاتني واحد لا كوموند، غادي ان شاء الله نصايبها، غادي نخليها يلا واحد جوج سوايع ونبدا نطيب فيها. عندنا زوج دجاجات، انا كناخذ الدجاج الكبير توجور، يعني كنفضل انه يكون دجاج كبير. علاش؟ كما قلت لكم وسبق فهمتكم في واحد الفيديو انه القفص الصدري نتاع الدجاج هو كيوزن، يبقى العظم هو العظم، من بعد ملي نزيدو في الميزان راه يبقى الغبره هي اللي كتزيد. غير باش يفهموا البنات مزيان هاد القضيه، زوج دجاجات بوزن انا خديت 2 كيلو 600 حتى 2 كيلو 700 للدجاجه وحده. عندنا الزيت، عندنا 2 كيلو بصله اللي غادي ندخلها في هاد زوج دجاجات اللي غادي تعمر لي بسطيله الحجم الكبير نتاع العراسات، يعني نتاع 10 اشخاص كيدخل فيها 2 كيلو ديال البصله مشلضه. ما غاديش نشلضوها غليظه وما نشلضوهاش رقيقه، المهم حنا والاخر. ها نتوما هيا شوفوا انا طحنتها في الروبو، بالنسبه للبنات ما عندهمش الروبو يقدروا يشلضوها غليظه غير هكا باليد، وكاين اللي يبغي يديرها هكا سنانف يعني هكا بحال شعيرات غليظه ما كان مشكل، هي اصلا في الاخير غادي تذوب مع الطياب، غادي تذوب تطلق راسها. عندنا المعدنوس، غادي نستعملو غير المعدنوس، ما كاينش القزبر، ما كيكونش القزبر في البسطيله لان البسطيله غادي تمشي بالمذاق تاع الحلاوه، مادام المذاق تاع الحلاوه غادي يجي المعدنوس معاها. هاد الصوالح خصكم تفهموهم البنات، يعني كنشوف بزاف الناس يعني ما فاهمينش هاد القضيه، داكشي علاش قلت لكم كما سبقت قلت لكم البنات كنشوف شي يعني بغيت تفهموا المكون علاش كنستعملوه، يعني ماشي غير كنجيو نستعملو المعدنوس ولا القزبر غير هكا عشوائيا غير المهم الربيع، لا يعني كل حاجه عندها خاصيه. المهم المعدنوس كيمشي مع المذاق نتاع الحلاوه، والمذاق نتاع بحال البسطيله غادي يكون فيها القرفه غادي يكون فيها السكر، يعني اكيد غادي يكون معدنوس وبلا قزبر. صافي هادو هما المكونات مع العطريه. غادي ندوز انا دابا غادي نقطع هاد الدجاج بحال هاد النص، غادي نقطعو هكا على زوج ياك، نخلي الفخد بوحدو ونخلي الصدر ونحاول نقطعو مرصوات صغار باش ما يديوليش الوقت في الطياب ونشرملهم حداكم. غادي ندوزو لهادشي. هانتوما البنات غادي نقطع معاكم، ها هو نص الدجاجه هاني قطعتها، غادي نزيد نقطع هذا هكا. صافي نظن انه كافي هاد يعني غادي يطيب دغيا. الفخد نحاول حتى هو نزيد نقطعو هنا، ها نتوما باش ما يديناش الوقت في الطياب.
هاني غادي نقطع معكم دجاجة اخرى باش تعرفوا. انا كنتكلم على المبتدئات يعني باش يعرفوا كي يديروا يقطعوا الدجاج، حتى بالنسبه اللي بغى يشري الدجاج هكا في الوقيته اللي يكون شويه رخيص ويبغي يكونجليه في ديك الوقيته، يعني نتاع المرميطه نتاع كاين بزاف اللي ما يعرفوش يقطعوا الدجاج على 4 ولا على 6. هاني قطعتها، كانت الدجاجه هكا، هاني قطعتها من وسط الظهر، زدت قسمتها من هنا في الصدر. هانتوما هنا غادي نجيو، ها هو الفخذ غادي يتعزل، ها هو غير بيدي كامل. وغادي نولي نقطع هذا هكا على النص، ونقطع الفخذ من هنا على النص، وباش نوريكم كيفاش كيدير يتشرمل. هنا خواتاتي بعد ما قطعت الدجاج حطيته هنا، غادي ندوز الشرموله نتاعو. بسم الله غادي نديرو شويه د الزيت، ولكن الزيت رغم يعني مزيان. هنا اخواتي هاني رجعت لكم بعد ما قطعت الدجاج مصوات صغار، غادي ندوزو دابا للشرموله. غادي نديرو الزيت، ما نكثروش، نحاولو ما نكثروش الزيت، لان الجلده تاع الدجاج هاد درت 4 معالق جلده تاع الدجاج ديجا ميدمه، من غادي طيب غادي عاد في التالي في الاخر غادي عاد تشوفوا ان شاء الله الا طلقت بزاف ليدام غادي نحاولوا نحيدوا داك ليدام من الضغميره. الزيت غادي نديروا المعدنوس، انا درت هنا البنات المعدنوس تقريبا زوج باطي ونص حتى لثلاثه، على حساب المعدنوس الربطه ديالو واش كبيره واش صغيره. انا درت زوج رباطي ونص، ولكن كانوا رباطي كبار يعني هكا ربطه محترمه. غادي نديرو دابا العطريه، ندوزو الملحه. بسم الله الملحه حسب الذوق، انا درت هنايا تقريبا معلقه صغيره كاع الملحه وحسب الذوق، بصح العطريه الاخرى غادي نوريكم شحال. غادي نديرو سكنجبير، غادي ندير تقريبا ها المعلقه الاولى، غادي ندير معلقه ونص، وفي الاخر غادي نقادو. انا ديما كنقولها لكم يعني غادي نقادو اللذه وهي في الطنجره كطيب باش ما نكثروش وما يكونش داكشي ناقص. ابزار غادي ندير معلقه كبيره ابزار، ما عامراش غير هكا. درنا ابزار سكنجبير، غادي نديرو الخرقوم. الخرقوم البنات بالنسبه ليا انا مين كنشري الخرقوم كنخلط معاه شويه زعفران، يعني كندير بحال مثل هاد البقاله درت فيها تقريبا هاد البقاله نتاع الاخر درت فيها تقريبا زوج نتاع لي ساشي حتى لثلاثه نتاع زعفران، يعني غير باش يعطي اللون وما نبقاش هكا نجبد من هنا ومن هنا. انا المهم بزاف كنسمعوا على قضيه زعفران انه مضر وكذا، ولكن كما قلت لكم كاع هاد الكميه دايره فيها غير زوج حتى لثلاثة تاع لي ساشي دوك الصغار. غادي نديرو هكا وعلى حساب الضغميره، المهم حنا غادي نشوفو. وشويه د القرفه، غادي ندير هكا القرفه. هادشي كما قلت لكم الشرموله، وغادي نشوفو من نحطوها في الطنجير باش تقلى، نضيفو دوك الاضافات الاخرين. المهم داك العطريه باش ما ننساش نراجع معاكم، حبه كحله، سكنجبير، الخرقوم، الملحه، القرفه، هادو هما العطريه الاساسيين مع الزيت. وغادي نحاولو دابا نخلطو. بسم الله هانتوما، غادي نضيف شويه الزيت مازال. انا موالفه ندير عيني ميزانيه البنات، داكشي علاش راني دوك راني نخدم معاكم، جات فرصه انه باش نصور معاكم هادشي و او ميم طون غادي نعطيكم المقادير. يعني راكو تشوفوا فيا راني نخدم قدامكم. نشوف زعفران واش هو هذاك، صافي تقريبا درت كاس نتاع الثلجه ولا العنبه نتاع الزيت. غادي نشوف هكا واش نزيد زعفران، غادي نزيد زعفران، ها شفتو ما طلقش مزيان زعفران، غادي نزيد نغسل يدي ونرجع. ها
انا البنات رجعت لكم بعد ما زدت زعفران، كما قلت لكم انا في الخرقوم ما كنكثرش زعفران، يعني دايره غير شويه على حسب المرميطه العاديه. جربت في هذا زوج طرفه صافي، هذا هو اللون اللي بغيت نحصل عليه، ولكن غادي نزيد واحد شويه د الماء غير هكا صافي، غير باش يتبلل لنا هذا الشيء مزيان وباش ما نكثروش الزيت هكا. اسمحوا لي صافي، غادي نشرملو كيف هكا، نحكو غادي نخليوها ترتاح، واكيد اكيد غادي التغميره تدخل لداخل بحال هادي. المعدنوس ضروري يكون زايد في البسطيله، ولكن في نفس الوقت ما يكونش زايد بزاف، لخاطر كاين شي بساطل كليتهم وشفتهم يعني في المنظر تاعهم تشوفيهم خضر، يعني خضره بزاف بزاف، يعني داكشي فايت لها لا دوز نتاع المعدنوس. وكذلك كان ما عرفتش انا، المهم المعدنوس كنحاول ما نطحنوش، كنحاول نقطعو غير هكا، نهرفشو بيدي ونقبض ديك الاخر القطعه هكا ونقرضو، يكون ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ بصح مطحون. لا انا ما نفضلش يكون مطحون باش ما يجيش داك الشيء لونه خضر بزاف. انا غادي نستمر هكا حتى نشرمل هذا الشيء، نغطيه بالفيلم اليمونتير، نخليه يرتاح واحد جوج سوايع، ولا بالنسبه للسيدات كما قلت لكم ليله كامله تخليوه في الثلاجه بيان سور. ايوا ومن بعد ندوزو باش نديرو بيطيب. رجعنا لكم بنات، هاني غادي نطيب انا هاد زوج دجاجات في هاد المقله عندي كبيره، ما بغيتش ندير الطنجير ما كانلاش طنجير كبير ما كانلاش، المهم انا درت غير هاد المقله. هذا خبركم البنات، هذا عزيز عليا عزيز عليا بزاف هاد المقله، هذا داك الطباخ السريع داك نتاع الضو اللي كان في اي دار، يعني كاين اللي كيطيبوا فيه البيتزا معروف بالبيتزا، انا حيدت له داك الشيء المهم تاع الضو، حيدت له كل شيء وخليته، بقيت نطيب فيه ديما، يعني لافارس نتاع لي شوسون، لافارس نتاع البريوات، هكا من تكون عندي غير بسطيله كنقلي فيه بزاف د الحوايج، يعني نفعني لواحد الدرجه. وكاين تقريبا في كل دار، وشت باللي الناس ما كيستعملوش، يعني غير دايرينو في البلاكار ما كيستعملوش البيتزا، يعني الا ما كنتوش تستعملوه كان غير محطوط، تقدروا تستعملوه بحالي انا شحال من عام دابا وانا نستعمل فيه، راه تقريبا اكثر من 5 سنين وانا كنطيب فيه، اكثر من 5 سنين وانا كنطيب فيه، والحمد لله نافعني، يعني عزيز عليا بزاف. دابا نمروا على بركه الله، بسم الله، غادي ندير هاد 2 كيلو بصله، انتما تشوفوا الكميه، غادي نشعل النار، نشعل البوطه، نشعل النار، نديروها متوسطه ما مرتفعه ما دايره. هاني غادي نسد فيها الدجاج ديالي ونشرمل، بسم الله، البسطيله تاع الدجاج ما عرفتش كاين شي اضافات كما قلت لكم، كاين الناس اللي كيديروا فيها الكمون، ما عرفتش انا هذه الكمون ما تصرطت لياش الصراحه، جاتني بيزار بزاف كاع الكمون، واش جات الكمون الحاجه الحلوه ما نعرف. المهم العطريه العاديه هي اللي نديروا فيها كيس مع الاخر قرفه، غادي نحاولوا نزلو هذا الشيء كاع، كاين ثاني اللي كيضيف الليمون المصير، انا ما كنديرش الليمون المصير فيها، الليمون المصير كنعرف بلي كيجي مع الدجاج والزيتون الحاجه الحامضه ولا الحاجه المالحه، اما هذه غادي بالنكهه نتاع الحلاوه كما قلت لكم. نتمنى انكم ما عرفتش انا هاد الصباح كيديرونجيوني ملي نشوفهم الصراحه، داكشي علاش راني نركز عليهم. المهم البنات دابا غادي نخليو البصله تسخن، غادي نسدو عليها نار مهيله شويه ما مرتفعه ما مجهده، غادي البصله تطلق الميه نتاعها، وغادي نبداو في ديك الوقيته الدجاج غادي يتجمع شويه، وغادي نبداو نقليو فيها هاك وهاك وهاك
حتى كل شيء تنسج مع العناصر ونزيد معكم. غادي تشوفوا المهم من نوصلوا ديك المرحله غادي نضيفوا شويه العطريه للشرموله ونخليوها طيب على مهلها. يلا هنا غادي نتلاقى واحد شويه. انا حبوباتي هاني رجعت فهضرتي حقا. جاني داك لاخر ديك المقله جاتني شويه بحال اللي دايره. ايوا من قطعت الفيديو راني نقلته للطنجير، ها هو الطنجير كبير باش نتحكم فيها على خاطري وباش داكشي يتضمر مزيان ويتشرب مزيان ويتقلى مزيان حتى هو. المهم غادي نخليهم هكا واحد شويه ونزيد شويه اضافات نتاع التوابل وغادي نوريكم اكيد باش تحضروا معايا يعني كل مرحله. هنا نسدو عليها والنار مهيله تكون شويه والنار تكون مهيله باش البصله تطلق الميه نتاعها. لحقاش انا في البسطيله الصراحه ما كنبغيش نضيف الماء وخصوصا من تكون البصله الحمراء البنات كتطلق هي بعدا ديجا كتطلق الماء بزاف يعني باش ما نبقاوش في التالي عاود نديرو ديك الخدمه نتاع جمر جمر بزاف وداكشي. هي بوحدها غادي تطلق الماء الدجاج غادي يطلق ليدام ديالو بديك الجلده وديك شويه الزويته اللي درناها كما قلت لكم كاس نتاع العنبه. غادي نخليو كلشي يتقلى وغادي يطيب غير في الدغميره نتاعها بلا ما بلا حتى شي حاجه. ايوا ان شاء الله حتى نوريكم. بنات هاني رجعت معكم. بغيت نوريكم البنات بعدا هاد الدجاج هو كيتقلى مازال ما درت مازال ما زدت فيه حتى حاجه ولكن بغيت غير نوريكم الشكل. ها هو بدات البصله تطلق الميه نتاعها راكم تشوفوا. يمكن بزاف البنات غادي يقولوا لك كيفاش ما درتيش القرفه بزايد. انا ما نبغيش ندير القرفه الصراحه من الاول باش ما تبقاش تقلى وتحرق. كنبغي حتى تطلق البصله الميه نتاعها في ديك الساعه. المهم من تطلق الميه مزيان غادي ندير شويه قرفه نزيد شويه حبه كحله شويه سكنجبير ونخلط كلشي ونشوف الصفوره واش بغيت نزيد شويه خرقوم ولا ما نزيدش. في ديك الساعه غادي نغلق عليها نيشان نخليها طيب هكا تكمل الطياب ديالها حتى يعني حتى نعزلوا الدجاج من هذا الاخر من هذه البصله من الدغميره. بالنسبه للبنات اللي يكونوا مزروبات ما عندهمش الوقت يقدروا يستعملوا الكوكوت ويديروا هذه المراحل كلها في الكوكوت وفي التالي نقصوا لها النار. شحال ما نقصتي لها النار شحال ما غادي تطيب بالمهل وديك البصله تطلق لو جو نتاعها داك العصير نتاعها. وهذا هما النصائح. المهم انا غادي نزيد نستمر خطره خطره نبقى نقلبها من هنا ومن هنا باش تاخذ من النكهه نتاع العطريه ونتاع المعدنوس. راكم تشوفوا في المعدنوس يعني ماشي طاغي بزاف على الاخر باش ما تجيش عاود خضره بزاف. وصافي غادي ندوز دابا البنات بغيت نوريكم اللوز. انا غادي نجهز بعدا درك نخلي هادشي يطيب وندوز للوز باش نحضرو باش ما نتعطلش يعني واقفه واقفه بعدا ندير نخطر كل حاجه لجيه. انا دابا كنتكلم مع البنات يعني المبتدئات واللي عمرهم ما داروا اللوز عمرهم ما سلقوا اللوز او حضروا اللوز نتاع البسطيله. مثلا بحال بنتي يعني بنتي وبناتنا هكا اللي يلاه عاد اول مره غادي يديروا هاد المرحله. كاين حنا كنقولوا نسلقوا اللوز غادي البنت تظن بلي غادي تقبض الماء وتبقى تتبخ فيه وتسلق وهذا لا. غادي اون فوا يطيب الماء غادي ديري فيه اللوز تكوني مسحتيه بواحد الزيت. انا في هاد الاخر في هاد البسطيله نتاع زوج دجاجات كما قلت لكم عائليه غادي ندير نص كيلو لوز. اللي بغاتو داكشي يبقى على حساب الاخر على حساب الرغبه نتاع كل شخص. بغيتي ديري كيلو قل ربع بغيتي ديري قل المهم انا عندي نص كيلو يعني كافي لانه غادي غير تخلط مع الدجاج وغادي ما يبقى الفتات ديالو طايح تما يعني باش ما نضيعوش كثر وباش طلع. المهم انا هكا كندير لها وداكشي على حساب كل امكانيه تاع واحد ديري حتى كيلو. المهم غادي غير هكا يعني حطيته في الماء كان بدا يتبخ غادي صافي نطفي عليه النار نخليه يرتاح واحد الخمس دقائق ولا في ديك الساعه غادي نبقى نرفد اللوز بحال هكا نبقى نرفدو بحال هكا ونحط قدامي في شي طبسيل ولا بلاطو ونبقى نفصو. يعني اللي بغيت نفهمكم البنات ما خصش يتبخ ويعاود في الماء. علاش؟ لخاطر غادي من تجي ديري تقليه غادي يجيك لداخل بحال اللي معجن ما يجيش فيه ديك القرماشه ما غاديش يجي كروكون هكا ملي تكوني تاكليه يجي بحال العجينه. هذاك سبابو انه يخليو اللوز يتبخ ويعاود. حنا ما باغيينش حنا باغيين غرضنا كاع من هذا الشيء
غير باش الجلده هاد القشره تحيد بسهوله. هيا دابا راك تشوفوا عاصيه ما غاديش تقدر تحيد، علاش؟ لخاطر مازال مرتاح. خليوه واحد 5 دقائق ونفصوه ونحاولوا نغسلوه ونشفوه بشي زيف نقي، وفي ديك الوقيته عاد ندوزو باش نقليوه. ثم هانتوما حبوباتي، يعني هكا انا هذه هي الطريقه، يعني ها شوفوا دابا بكل سهوله ها يتفص بكل سهوله. صافي هكا نبقاو حتى نمشيو معاه كامل، جاكم سخون بالنسبه للمبتدئات. انا راني كنوري دابا لبنتي عندي بنتي واحد الحادقه الصغيره، بنتي كتبغي الصراحه كتبغي تحضر لي دائما ديما ديما، كتقول لي ماما ما ديري حتى شي حاجه في الكوزينه حتى نكون معاك، تحضريني معاك باش نتبع خطوه بخطوه. هي اللي طرحت عليا باش نوريكم هذا الاخر، قالت لي ماما نصحاب لي، يعني صحاب لي غادي نبقى نطبخ فيه ونعاود حتى يتسلق. ايوا وداكشي علاش جاتني فكره باش نقولها للبنات المبتدئات كما بنيتاتنا اللي اول مره كما قلت لكم غادي يسلقوا اللوز وصافي. حبوباتي هاني رجعت لكم، دابا تقلى هادشي مزيان وغادي نضيف شويه عطريه كما قلت لكم، غادي نزيد شويه قرفه، هاني شوفوا شحال زدت، غادي نحاول نديروها هنا باش نخلطوا كلشي. نزيد شويه حبه كحله هانتوما كما قلت لكم، ومن يطيب غادي نقاد وان شاء الله كلشي يتقاد، ما تحكموش غير الاول، هو سكنجبير هنا غادي نخلطو هكا شتو الرويه، يعني باش ما تحرق ليناش حتى ديك القرفه ما ديرش البنه نتاع الحراق. صافي غادي نحاولو نحركو هكا واحد التحريكه باش كلشي توزع هكا ديك العطريه، وغادي نسد عليها الطنجير. بالنسبه للبنات كما قلت لكم اللي بغاو ينقلوا هذا الشيء الكوكوط كانوا مزروبات ينقلوه للكوكوط وينقصوا له النار وما يخافوش من قضيه الماء، لخاطر مازال غادي يطلق عاد البصله وغادي يطيب داك الدجاج ان شاء الله واحد 20 دقيقه في الكوكوط. هكا انا راني غادي نبقى كل مره نقلب فيه حتى نحس به باللي طاب، وفي ديك الساعه غادي نتلاقاو باش نوريكم واحد المرحله الثانيه انا كنديرها مختلفه، يعني ماشي كيما البسطيله المغربيه اللي معروفه ديك القضيه نتاع البيض هذيك. بغيت نقول لكم بلي انا الصراحه ما كنديرهاش في البساط نتاعي، كيجيو هكا همين، وغادي نقول لكم المهم من نتلاقى واحد شويه غادي نقول لكم علاش ما كنضيفش انا البيض مع ديك الدغميره. رجعت لكم غير بغيت نوريكم البنات البنات المبتدئات بالنسبه للوز، بالنسبه للوز من سلقناه ونش غسلناه او معليش معليش لي بيتيزي وقعوا وقعوا غسلناه ونشفناه في واحد الزيت، سخنا الزيت وقليته تحت نار مهيله، ما تكون مهيله بزاف ما تكون مجهده، وحاولوا تقابلوه البنات باش ما يشمتكمش. وبغيت نقول لكم اللون ديالو خصو يكون غير هكا مذهب، لحقاش غادي يزيد عاد يحمر، راه عاد فيه ديك الحراره لداخل غادي يزيد عاد يحمر. انا علاش راني نقول لكم هكا، المره اللي دازت عطيت لبنتي تقليلي اللوز، ولكن صحاب لها غادي تحمرو مزيان كما كنشوفوه، يعني هاك كمهرمش وداك الشيء حمراتو مزيان، وزاد من على ما جاي يدفى حتى زاد كحال ولا فونسي باش ما يشمتكمش البنات. كما قلت لكم هكا ديروه في شي صفايه يستقطر شويه ونوزعوه في شي صينيه هكا ونعرضوه للهواء باش في الساعه يبرد باش يبقى محافظ على اللون الذهبي، باش من طحنوه وداك الشيء يكون هو هذاك هو اللون ديالو الزوين. جينا المرحله نتاع اللوز من بعد ما قليناه خليناه شويه ضرب فيه الهواء باش برد، انا درته في الميكسور باش ان شاء الله نهرمشو، غادي نحاول نهرمشو غليظ شويه باش يبان يعني مع البسطيله، وبديك الطريقه كما قلت لكم ما تخليوهش يتبخ في الماء ويعاود غادي يجي مقرمش، يعني فيه ديك هاك ديك القرمشه زوينه. هانتوما البنات في هاد انا بغيتو هكا مهرمش غليظ. صافي غادي ندوز دابا باش نخلطو، غادي ان شاء الله هذا غادي نزيدو عليه شويه قرفه وشويه سكر سنيده
ونخلطوه ونديروه ابار، يعني هكا نحطوه في واحد القنت بما نجيو نعمرو البسطيله ونستعملوه. واخا حبوباتي هاني غادي ندير شويه قرفه في هذه الكميه نتاع نص كيلو، راس معلقه كبيره، المهم القرفه راس معلقه كبيره، يعني هكا درتها قد هكا. غادي نزيد واحد زوج معالق حتى ثلاثة، صافي. هاد القرفه باش تنس منها اللوز مزيان، بحكم ان البسطيله ماشي على الحلاوه النكهه نتاع القرفه، صافي. غادي نحطو انا لواحد الجيه حتى نبغي نمر للتعمر تاع البسطيله. حبوباتي هاني دابا غادي تشوفوا تلاحظوا باللي نقلت داك الدجاج، نقلتو الكوكوت بحكم التصوير، يعني كيدي شويه ديال الوقت يعني يدي شويه ديال الوقت، داكشي علاش نقلتو الكوكوت باش نلحق لا كوموند باش نصيفطها يعني في وقتها. بغيت نقول لكم شوفوا يعني شوفوا معايا المرق، شوفوا شحال طلقات نتاع المرق، ما زدناش الماء، راكم تشوفوا غير دوك زوج معلقات نتاع الماء كبار اللي زدتهم في الاول في شرموله. وصافي، ها نتوما شوفوا المرق كي داير، الدجاج راه طايب وما تصوروش ما تصوروش الرائحه اللي راها هنايا. تمنيت لو كان زعما كنا نقدروا نصيفط لكم بها زعما هكا كل يشم هاد النكهه. المهم انا غادي نحاول البنات باش ما نطولش الفيديو اكثر من هكا، نحاول نصفي نحيد هاد الطروفه ديال اللحم، نديرهم هنايا فوق هاد الشبكه باش يستقطروا، والمرق غادي نحاول نجمرو، ولكن غادي نوريكم مين يتجمر، غادي نوريكم لا تيكستور نتاعو باش تفهموني اكثر. اوكي، هنا بنات من حيت الدجاج ها نتوما شوفوا شحال بقى، ما بقاش بزاف، ماشي شي كونتيتي اللي هي يعني ماشي الموهات بزاف. غادي نخليها هكا وهي تجمر ونضيف عليها سكر سنيده، هاني تقريبا ضفت زوج ثلاثة أربعة خمسة، غادي نزيد خمسة وغادي ندوق. غادي نزيد شوية قرفة، ولكن القرفة غادي نزيدها حتى يتخلط هاد الشي وحتى تشرب مزيان المرقة. غير نضيف القرفة نحرك واحد زوج تحريكات ونطفي عليها النار كما قلت لكم، لأن القرفة كتحرق هكا من يعني هي هكا نوع من العطرية اللي كيتحرق هي والآخر التحميرة، هادو زوج عطريات يعني اللي كيتحرقوا مين يبقاو غير هكا يتبخوا، داكشي كيطلقوا واحد البنه ماشي هي هذه. المهم انا غادي نحاول نخلط وغادي نخليها تجمر حتى توقف هاد المريقه، وغادي نخلي الدجاج شويه يبرد باش نقدر نفرتتوه شويه كبير، ما نديروش طروفه صغيرين، نفرتتوه هكا شي طروفه وافيين يعني باش يجي نهز هكا باش نقدروا ناكلوه. وفي ديك الوقيته غادي نتلاقاو باش نوريكم المرحله اللي قلت لكم انا استغنيت عليها، المرحلة نتاع البيض اللي استغنيت عليها باش تشوفوا المهم طريقتي. يلا نتلاقى واحد شوية. هنا بنات دابا غادي نطفي عليها النار، وباش تعرفوا هيا دابا راها تشربت مزيان. قربي بنتي الكاميرا، ها شوفوا مين غادي ندير، غادي تسمعوا واحد الحس. واخا يبان لكم دابا بلي راه فيها الروية، ولكن غير من راها سخونة راها طالقة المويه نتاعها، لو كان نخليها دابا تبرد شويه غادي تجمع وتولي بحال يعني عقده بحال شي حاجه جا مع راسها. انا غادي نخليها شويه تبرد باش نقدر نخلطها مع الدجاج. هنا هاني زولت له من خليته برد شويه، زولت له ديك الجل ديالو وفرتته هكا شويه طروفه كبار، وغادي نستنى هاد الشرموله حتى تبرد شويه ونخلطها مع هاد الدجاج ونمرو باش نعمرو البسطيله في ديك الساعه. المهم غادي تشوفوا هنا الحبيبات ديالي، هاني دابا غادي نخلط هاد الدغميره مع الدجاج. غير بغيت نوريكم الطريقه، انا نحطو هاد الدغميره نحاولو الا كان فيها شي عظام ولا كان فيها الجلده نتاع الدجاج نحاولو نقيوها. المهم هكا راها شويه سخونه داكشي علاش انا هكا، يعني غادي الاختلاف اللي كاين في البسطيله
اللي كيديروها من الناس اخرين هو انه هاد الدغميره كيزيدوا يضيفوا عليها البيض باش تجمع لهم ديك الدغميره، وكذلك البيض كيستعملوه يعني غير بالعقل هكا الكونجي، ماشي على قضيه اللذه، ماشي على قضيه اللذه بالعكس، ولكن على قضيه انهم يعليو في البسطيله، يعني باش تجي البسطيله معمره كيديروا ديك الطبقه بحال مغشوشه، يعني كما نقولوا يعني باش يديروا واحد الطبقه هكا ويزيدوا فوق منها الدجاج باش تبان البسطيله عاليه. وهي زعما في غالب الاحيان انا ما ناكلوش داك البيض، ما كناكلوهش، يعني الانسان كياكل غير داك الدجاج ويخلي داك البيض لتحت بحال اللي يمشي خساره. انا ما كنديرش كما قلت لكم البيض، كندير الدجاج نعمرها بالدجاج واللوز صافي، هادشي ما كان. وديك الدغميره غادي نخلطها كما راكم تشوفوا، غادي نخلطها كلها هنايا وتكون ناشفه هكا، وتعمر بها البسطيله والسلام. هنا بنات دابا هذه تخلطات، ها هي هنايا غادي نخليها هكا، غادي ندوزو الورقه باش نشوفوا التعمار، يعني غادي نعمر قدامكم بدون بلا ما نقطع. بغيتكم يعني هكا تشاهدوني يعني على المباشر، ما بقاش ندير دوك الفواصل، من الاحسن تحلوا الساشي. انا راني كنتكلم بالنسبه للبنات المبتدئات نركز عليها، حلوا الساشي هكا لخاطرش شحال من بنات يعني هكا الصديقات بحال مثلو بنتي، قلت لها لو كانت بغيت تجبدي هاد الورقه كي غادي ديريها، قالت لي ماما غادي نحل الساشي ونجبدها، قلت لها غادي تقطع لك، يعني هكا قطعوها بالمقص باش تحاولوا تحافظوا على الورقه ديالكم. دابا انا غادي ما نستعملش نهائيا الزبده، الزبده حيت نعرفوا باللي من كدوب كدير ديك ينعزل الحليب من الزبده من ليدام، وداك الحليب الا ما عزلتوهش مزيان غادي يبرد لنا البسطيله وما تجيش كروكونت، ما تجيش فيها ديك القرمشه الزوينه. انا كنستعمل الزيت ساك، ها هي ندهن بها الورقه ديالي كلها، وبهذه الطريقه البنات يعني صدقوني يعني تجي نتيجه رائعه 100%. ها انتم معايا غادي ندهنها مزيان، نحاول نفك هكا الورقه هكا، ها انتم، لان الزيت ملي تدهنوا مزيان الورقه بالزيت هي اللي كتعطي ديك القرمشه، يعني ما يمكنش دهنوها غير شويه تقولوا معليش، غادي تجيكم كيلكاغت لاخر، ما تجيكمش فتيه وكتمضغ تبقى تلصق لكم بحال المهم تجيب كي شي ورقه كي شي كرتونه هكا. لا هكا انا غادي نحاول كلشي ندهنهم ونحطهم عندي هنا في هاد الطبسيل باش من بدي نعمر تجيني العمارة سهله. وكما قلت لكم البنات يعني خصكم غير النظام في الشغل ديالكم باش ما تقهروش، ما تغبنكمش الحاجه اللي تكونوا غادي ديروها، ما تجبدوش روينه على روينه، يعني الا بغيتوا طيبوا في النقا باش يكون طيابكم كما كنقول ديما بكل حب، وتخرج لكم النتيجه، يعني ما تعصبوش تردوا البال وتعطيوا الخاطر لحاجتكم باش تكون النتيجه زوينه. المهم غادي انا شوفوا غادي ندهن كلشي، هاد الورقه اللي عندي هنايا كيلو، ولكن تقريبا البسطيله الكبيره كتدخل فيها كيلو كل ربع، نتوما المهم راكم معايا. انا غادي نحاول ندهن كلشي هاد الورقه ونلتقي من بعد. حبيباتي ها هي الورقه حطيتها هنا، ما غادي يضربها لا هو لا والو، علاش؟ المهم راني في مكان يعني بعيد على الهواء، وزايدون راها مدهونه مزيان بالزيت، وما تخافوش البنات بقضيه الزيت راه في النضج، من تكون تطيب هاد البسطيله غادي تخرج كل الزيت اللي فيها، غادي تخرجوه في ديك الوقيته من ترفدوها هكا بشي حاجه وتحطوها فوق شي صفايه فوق شي شبكه غادي تستقطر، يعني كل شيء يبقى في الصينيه، يعني ما تخافوش انك تقولوا كاع حد كميه الزيت يعني دهنتها مزيان بالزيت غادي تجي تقهم غادي تجي قاسحه، بالعكس يعني راني كنقول لكم هاد البسطيله يعني نتيجتها 100% وطريقه احترافيه، وخديتها على ماما الله يعطيها الخير، يعني البسطيله نتاعها كان يعني يضربوا بها المثل الصراحه. المهم غادي ندوزو دابا، ها هي اللاطه اللي غادي نعمر فيها نتاع البسطيله، غادي نحاولوا ندهنوها شويه مغيرها ما غاديش تلصق هكا صافي نبديو بسم الله. والجهه الحرشه توجور كتكون عاطيه بحال مثلو هكا، تكون لداخل الجهه الحرشه
انا غادي نحاول باش بسم الله هكا بالنتي عليكم اليوم مهم تحاولوا ماشي انا ما غاديش نعطيكم بالحساب شحال غادي ديروا من ورقه في الوسط وانما ما تكثروش الورقه ما كانلاش نكثروا بزاف الورقه وما كانش فهمتوا كيفاش يعني غادي بمجرد ما نغطيو غادي نديروا وحده على وحده يعني باش اللقيه تكون ها نتوما شوفوا وحده على وحده باش من نغطيو تجينا سهله هكا كما قلت لكم الجهه اللي تكون حرشه غادي تكون عطيه لهنا الفوق والجهه الملسه غادي تكون لتحت هكا تقريبا خمسة الورقات هكا في القاع وغادي تشوفوا معايا عاد من هنا هكا كسايسو معاها انتم شفتوا ما غادي نقلبوها ما والو كاين الناس ما عرفتش كاين الناس اللي كيقلبوها هذاك انا ضد هكا يعني نبغينا نلمطها غير هنايا ما كانلاش نبقى نقلب فيها وداك الشيء هكا راكم تشوفوا كاع الجوانب تاع الصينيه راهم دايرين مغطين غادي نزيد وحده باش نمتنوا القاع نديروها في القاع نقدروا نديروا وحده حتى كيما نديروا زوج نقدروا نديروا حتى زوج غادي ندير زوج هاني بنتي قالت لي صافي ماما انا من اليوم نقدر نوجد البسطيله بوحدي وشينها ان شاء الله غادي نعطيها باش تطبقها قدام عينيا باش نشوف النتيجه نتاع هذا الشرح واش جاب نتيجه المهم البنات هاني دابا درت هاد الاخر من تمت القاع غادي نجيب الدجاج ديالي مخوي هنايا يا بسم الله ها هو شوفوا تبارك الله الدغميره يعني هنا تعرفوا بلي الدجاج راه لذيذ ما كانش البيض اللي غادي ياخذ لنا الدغميره لان داك البيض غادي ياخذ ديك النكهه نتاع المجهده نتاع البصله ونتاع العطريه نتاع تاخذ لنا يعني كلشي النكهه بقات في الدجاج هنا يعني غير الى هنا الخدمه قلنا غادي نعرفوا بلي الدجاج بقى منكه بالنكهات ديالو هنا درنا هذه غادي نحط واحد الوريقه نعزل بها بين الدجاج واللوز ديالنا ورقه حتى لزوج داكشي على حساب كل واحد واسمو بغا انا غادي ندير هكا ندير زوج ورقات ما فيها باس هكا هاي الورقه الاولى ها الورقه الثانيه هكا باش نعزلو بها وصافي يكون كعازل هكا نخوي اللوز ديالي المنسم بالقرفه والسكر سنيده نحاولوا نتهلاو في الحواف نتاع الصينيه لان بنادم غادي يدي اليد غادي بنادم غادي ياكل مني هنا بالوسط نخليوه شويه معليش كما قلت لكم انا درت للسيده هنايا نص كيلو لوز نتوما تقدروا ديروا حتى كيلو لا ربع الا بغيتوها تكون غنيه اكثر
انا بالنسبه ليا هذا كافي، لان اللوز اصلا كيمشي مع الاخر، ما يبقاش باين هكا. البنات ونبديو ونطويو، غادي نبدي بهذه التاليه شويه بشويه. شوفوا تبارك الله كي عامره، يعني عامره، وما غاديش ندير ديك القضيه نتاع انه نقلب وداكشي، ما كان لاش هكا. ان شاء الله غادي تصدق مزيانه. ها نتوما كتشوفوا معايا، ها كاين بزاف اللي عنده مشكله مع هاد الطلميط، مين يجي يلمط الاخر تجي بحال اللي قاصحه، وهي غير زعامه. نصيحه ثانيه، يعني ديك الزعامه والله الا بزاف يعني كتعطي نتيجه زوينه. انا كنقولها لبنتي، كنقولها مين تبغي ديري شي حاجه ما تخوفيش، داك الخوف يخليك ما تزعميش تقبضي الحاجه، يخليك بحال اللي تيقي في نفسك، تيقي في نفسك ودفعي راسك. والله يعني الا الحاجه ضاعت لك في يديك راك غادي تعلمي، ومره اخرى تعلمي اكثر واكثر. المهم الزعامه البنات، الزعامه زعموا، ما تخافوش انها تقطع لكم في اليد، كل حاجه ليها حل. انا غادي عاد نجيب البيض، غادي المهم غادي نقطع واحد الدقيقه، نمشي نجيب واحد البيضه نسيت ما درتهاش. البنات هاني دورت كاع الدوره، ها نتوما راكم تشوفوا، غادي نلمط في هذه المرحله. بالنسبه للبنات اللي ما يقدروش ولا يخافوا يقطعوها من هنا، يقدروا يديروا واحد اللوحه، ديك اللوحه نتاع الحرشه، يقلبوا يقادوها ومن بعد يردوها عاود يرجعوها للصينيه. بالنسبه للبنات اللي ما يقدروش، بالنسبه للي معلمات ومولفين يعمروا هكا الاخر، هذيك راها سهله، غادي نقبضوا بحال هكا، نحاولوا نتحاولوا عليها، يعني هكا نحاولوا بحال اللي نرفدوا وندخلوا هكا. تسميتها هذه مرحله الطلمات، نلمطوا هكا تدخلي وتزعمي وتمشي انت وانت ماشيه مع الدوره. هاني دخلتها صافي، من بعد غادي تجي سهله، اليد صافي تعرفي بلاصتها فين، تبقاي تعلي وانتي تلمطي، وحاولي تدخليها مزيان وتسرحيها، ما تخليهاش لداخل ما دايره. وانتي ها ها هنا غادي تدخلي الورقه نتاعك وتبقاي تحاولي انك تسرحيها لداخل، انتي غادي تلمسيها وتسرحيها. ها شوفوا كتجي على شكل خبزه. ها انا البورطابل راه يبان لي راه بغا ينطفى، داكشي علاش غادي ما نقدرش نكمل معكم كاع الدوره. راكو تشوفوا هاني فين بديت، نحاولوا ديما ندخلوا، ما تخافوا حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات كما قلت لكم اللي ما عندهمش الاخر، يقدروا يقلبوها في لوحه يصايبوا لها التحتاني تاعها ويوليو يرجعوها في الصينيه. واخر مرحله غير خفت البورطابل يدير باش ندخلها انا للفران، غادي نحاول نزيد الطبقه الاخيره، يعني من بعد ما نلمطها الطبقه الاخيره غادي نزيدها، ندير غير شويه بيض. هاني نديرو قدامكم دابا، عاد نلمطها غير شويه بيض هكا باش تلصق مزيان لاخر. راني خايفه ينطفى البورطابل. صافي هكا، وهذا هو الوجه يعني مقاد الفينيسيون كما كنقولوا. غادي نسرحها ندخلها الفران، طيب على نار متوسطه، ما مجهده باش ما تحرق، ما ضعيفه باش. هنا حبيباتي هاني دابا لمطها كما قلت لكم، ديك الفوقانيه هاني درتها يعني لصقت مزيان مع البيض. غادي نحاول ندهن غير بشويه بيض هكا في الحواف باش ما تجي بيان فيني، يعني من طيب ما يحتاج انكم تخافوا تقولوا هو حقا غادي يدر كلشي، غادي يدر داك السكر بلاص والقرفه، ولكن حتى هكا غادي تعطي النظره، يعني تجي خبزه ملسه من الفوق، يجي المنظر تاعها زوين بلا عيوب، ما فيهاش العيوب. صافي انا راني دهنتها دابا بالبيض، شعلت الفران كما قلت لكم، النار ديروها متوسطه، تقريبا غادي تدي الطياب نتاع نص ساعه. وقت في الفران نص ساعه ولا 20 دقيقه على حساب كل واحد والفران ديالو. حاولوا طيبوها من التحت من الجهه التحت، انا عندي الفران تاع الغازغول اللي كنستعمل، النار غادي تكون تحت منها، من تحسوا بها تلقت الريحه مزيان ومن هنا ولات دوغي مزيان، يعني داك اللون مذهب مزيان، باش تكون طابت لتحت الورقه ما تكونش معجنه، تحسوا بها معجنه، خليوها طيب على مزيان. ومن بعديها غادي تهبطوها لتحت والنار غادي تكون من الفوق باش ما تحرق لكمش، خصكم توقفوا قدامها والنار مهيله. حاولوا تقبلوها يعني من حاولوا كما قلت لكم البنات من تهبطوها لتحت والنار تكون من الفوق، نقصوا لها النار. وانا شخصيا كنحل حتى الفران شويه لخاطر يكون فيه ديك الحراره لداخل، ان فوت هوديها غادي تحرق لك الوجه بلا ما تطيب هاد الجهه، يعني من الاحسن تحلوا شويه الفران تخليوه بحال اللي تهوى، تما بلعوا عليه ووقفوا قدام الفران. كل مره دوروها، كل مره دوروها باش يجي اللون موحد. وفي ديك من ديك الوقيته غادي المهم نوريكم انا من خرجها من الفران. هنا البنات هاني دابا طيبتها، غادي نحطوها في طبق التقديم
نتوما تشوفوا ليدان غير هاد الشويه اللي هنا، ماشي شي حاجه كثيره لحقاش ما كثرتش الباك ديال النصيب. هذه من جهه يعني ما كثرتش الداخل، وها نتوما تشوفوا يعني بلا عيوب، يعني اللون تاعها زويون. غادي دابا نمروا باش نزينوها، نديروها في الوسط. غادي دابا نحاول ندير سكر بلاص ديكوريها. بسم الله، هنا نحاول هنا ندير واحد الطبقه غليظه باش كل واحد تزيين. المهم كل واحد وعلى حسابه وعلى حساب اسمه بغى يدير. كاين اللي ما يبغيش سكر بلاص، كاين اللي بغي يديرها بلديه بسكر بلاص والقرفه، المهم داكشي. البنات انا من هاد الجهه بغيت ندير ديكوراسيون بالعسل ولا بالناباج. انا كنت في الحقيقه باغي نديرها بالناباج لكن قلبت عليه سدو كمل لي وما زال ما خديت. المهم كي العسل كي الناباج، المهم لوغو شويه يختلف وصافي. هنا حبوباتي من بعد التزيين، المهم درت نص بلي زامون ديفيلي، دهنتها بالعسل ولا الناباج اللي بغيتو نتوما، والنص الاخر بسكر غلاس زوقت هكا بالقرفه. هادو بريوات كنت عمرتهم حتى هما، بغيت نديكوري بهم. المهم حبيباتي نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه بهاد المقادير وبهاد المكونات، ما ديروا حتى شي اضافات، حاولوا تجربوها بهاد الوصفه وان شاء الله ان شاء الله غادي تنال اعجابكم. نتمنى لكم ايام سعيده. ونتمنى هادشي يعجبكم. وهذه هي، نخليكم دابا البنات والسلام عليكم. والبنات قبل ما نقطع هذا الفيديو، نتمنى اللي عندها شي كومونتير، اللي عندها شي تساؤل، اللي عندها شي تعليقات، المهم شي راي، شي اضافه بغات تقولها ليا، تخليها لي في التعليقات وان شاء الله انا غادي نشوفها وغادي نحاول. اذا كانت انتقادات ايجابيه غادي نحاول نعمل بها، واذا كانت سلبيه كذلك نحاول نشوف فين المشكل، ولا المهم نحاولوا يعني نشوفوا داكشي. واخا البنات نهاركم مبروك. لاي لا لاي 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 لا لاي لاي لاي.